والله يا خي تعرفي بيتوا علينا في الليل لا بالحجر لا بالكفريات توصل تكلموا ونحوا عليك حويج عندي بنت مريضة هز لا 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 تو كنا انا وامي وحدنا في الدار واختي صغيره واخويا زميل تعزيز البرة شويه فهمت وخويا الاخر يخدم بالليل وبابا يخدم بالليل وحدنا كادتني باش نهبط على خاطر خايف لياب فهمت جاي الخير اخر علينا بيه برا شوف البيت كيفاش مخلوع تو واحد يسمو فيه برغوثه ولا شكون الله اعلم برغوثة ولا ما نعرف شكون برشا برشا عباد اخرين فهمت خايف يا اخو هذيك علاش خفت انا تو باش نهبط تو عاش ودي انت شد دارك باطن فيها مشكل داكورد وعندك حاجه تفضل ما نعملش دخلوا الأزقة والتي تحولت إلى أوكار لممارسة الرذيلة ولطاعات المخدرات والسكر المدقع وإقلاق راحة المواطنين. شاهدوا هؤلاء الساعة الواحدة والربع بعد منتصف الليل يعاقرون الخمر غير عابئين حتى برجال الأمن وضعت الخطة لمداهمتهم والقبض عليهم دون أن يتمكنوا من الفرار حيث تم تطويقهم من جميع المناطق طب بالنسبة للقضية ديما عندنا فيها شوية مشاكل كان توا حضرت الجو والوقت شوفوا انت قداش تقريبا ماضي ساعة واش والناس مازالت في قهوة ساهرة وهذوما بعد ما يخرجوا من القهوة معروفة القضية برشا مشاكل احنا مواطنين جبني برشا انا شخصيا جبني برشا شكايات الناس تحب على الأمن هنا يتوندوني هذه الناس ما تحبش تشد ديارها دونك نجيو نعملوا حملات هنا على اساس باش نفهم اللي حسنا به نهزوه واللي ما حسناش به نهبوا عليه نقولوا له برا نشرب يقولوا لي حجزتوا عندهم حاجات لا تو لقينا فيها شويه علب نتاع سلتي وفما شويه دواء نشوفوا فيها تلميذ الليسي عندي بطاقة تعريف شد حبس انت قبل لا وقتاش ضربت روحك من الليسي على الدار مش على حاجة حلوة ما عندي حد شيء تشوف معناها فما حالات يعني إنسانية معناتها تقوموا بها بخلاف عملية القبض على المنحرفين. صحيح كما اللي حضرت عليه عندي تو جاتنا مكالمة من قاعة العمليات على أساس فما ثلاث طالبات خرجوا من الفوايير الحماية المدنية تعرضوا لتوعك صحي
دونك ما عندهمش باش يروحوا، مطالبين احنا كوحدات امنيه باش نرافقهم نهزهم حتى مصالح حتى المبيت الجامعي نتاعهم، لازمهم يروحوا مضمنين. هذا جانب اخر من العمل الامني، لازمنا نعاونوا الناس. وهاكم شفتوا معنا، انتم كنتوا معنا في الطريق وشفتوا اذا كان عرضني انسان راجل كبير ما بينجمش يوصل ما لقاش تاكسي ما فيها باس، انا ماشي في الدنيا لكن كي نقربوا لدارو خير من اللي يتعرض من بعد القلق في الكياس في الظرف هذايا. نعاونوا الناس، ميساج ثلاثه طالبات كان تسيبهم توا وحدهم في الليل تصير لهم مشاكل، تصير لهم مشاكل. تقريبا العمليات اللي قمتوا بها يعني عمليات قبضتوا عديد من المنحرفين كذلك فما عديد من المحجوزات، يعني العمليه تنجم تقولها الى حد الان ناجحه؟ الحمد لله احنا بون العمل نتاعنا ما وقفش، احنا في المرحله هذه احنا ميتين بيتين حتى للصباح ونخدموا معناها برنامج عمل 24 ل 24 بقى الى حد الان باهي. دونك الوضع الامني لاباس، نحكي لمرجع النظر نتاعنا على الاقل، دونك الوضع الامني لاباس، ما سجلناش قضايا خطيره تو في الليله، ما فماش القضايا اللي مستانسين بها النهارين اللي فاتوا، خلع والسرقات الموصوفه والسرقات باستعمال العنف والاسلحه البيضاء وكذا. بون فالليله هاي تعدات لاباس، ووقفنا العناصر اللي حشنا بهم البعض منهم على الاقل، وديما يقول هذا عمل يومي، هذه حاجات ما توفاش، هذه ظواهر معناها ما توفاش، دونك احنا هذاك خبزنا اليوم. الوجهة إذن المستشفى والغاية عمل إنساني إلى جانب أعمالهم الأمنية الأخرى. أنتم أنتوا طالبات؟ حي الجامعة بالمروج. إيه شنو اللي صار بالضبط؟ إحنا صاحبتنا جات حالة استعجالية كايرجون، ما لقينا حد، دونك المديرة مش هنا، الكونسييرج راقد وطلبنا الحماية المدنية. وصلتكم للمستشفى؟ المستشفى حبيب ثامر. إيه وما لقيتوش كيفاش تروحوا؟ حاجة واضحة. يا اخي شنو عملتوا؟ فلوس ما جبناش بورتفاي. اي شنو اللي عملتوا؟ اتصلنا بالامن وزاره الداخليه. اي اخي لبونا طلبنا في ساعه جاونا يعني. ولا جاتكم واحد مع الشرطه لهنا حتى في الوقت ما بطاوش علينا. يعني في سافيس هذا مثل العمليه تقريبا قد ايش؟ اي مع الاوضاع هذه كوفرفو يعني ميرسي. من كذا ودرج انتهت ليلة من ليالي التمشيط بالنسبة لنا، ولكن بالنسبة لهم الليالي متشابهة، فهو عملهم بل خبزهم اليومي حتى يتمكنوا من تنظيف البلاد من المخربين والمنحرفين والذين استغلوا الموقف ليرتعوا كما يحلو لهم، لكن عيون الأمن وسواعدهم لهم بالمرصاد. ايه